عايزين نخش بقى في دهاليز التعليق، عشان الناس عايزه تعرف حاجات كتيره عن كابتن ايمن الكاشف وكابتن حاتم بطيشه. يعني هبدأ بنقطه مهمه واحنا بنحاول نعالجها في مصر، وهي نقطه التعصب. تعصب ساعات الناس تحس يقول لك ده ايمن الكاشف اهلاوي، صحيح، وتلاقي جماهير الزمالك زعلانه واداره الزمالك تعترض على ايمن الكاشف، حاتم بطيشه زملكاوي، صحيح، وبس يعني يمكن حاتم بطيشه شويه بيعرف في يعني عنده شعرايه كده بيعرف يوازن. ايمن الكاشف ساعات بتلاقي يعني انا بقول لك بقى هنبدا في الانتقادات بقى، معلش استحملوا، بقول لك ايمن الكاشف ساعات لما الاهلي بيجيب جون يبقى انفعال وصوته ومش عارف وفي فرحه وبيجلجل، لما الاهلي بيخش فيه جون او كذا التون بيبقى اقل شويه. بس خبه ما بتكلمش. رايك ايه في الكلام ده؟ وازاي نقدر نعالج التعصب؟ وانتوا بتعملوا ايه عشان تقدروا توازنوا في الحته دي؟ هقول لحضرتك على حاجه. سؤال يزعلك؟ خالص. طيب. ده انت سؤالك مهذب. الله يخليك. واخد بال حضرتك طيب. لان طبعا احنا يعني خلي بالك اصل انا بتعرض لكده برضه. لا خلي بالك، بص هقول لحضرتك على حاجه كابتن كريم. احنا انا وكابتن حاتم وكل الناس احنا موجودين في مع الناس، يعني طبعا احنا مش نجوم في برج عاجل، احنا يعني مع الناس في كل مكان. طبعا. فطبعا اللي حضرتك بتقوله ده بسمع منه اضعاف مضاعفه من الناس العاديه. ايوه. سواء في الشارع في اي حته يعني، واخد بال حضرتك. بس ده يعني معذره من وجهه نظري مش صحيح. ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا شغلي معروف بيتزاع للناس، واخد بال حضرتك. هو كل الموضوع يقول لك ايه، انا احساسي ان انت كنت فرحان في الجون ده، واحساسي احساس تمام ان انت ما كنتش فرحان. طيب تيجوا نسمع الجون، نسمع الجون نلاقي ان مفيش احساسي دي. تمام. ان هي كله معيار واحد، كله معيار واحد، واخد بالك. بس في فرق. في فرق ازاي؟ في فرق دايما، وفي تفاصيل صغيره جدا بتتحكم في مهنه التعليق وبتتحكم في انفعال المعلق. انا بقول المباراه كره قدم ديت عباره عن قصه. القصه دي 90 دقيقه بيحصل فيها تصاعد في الاحداث من الدقيقه الاولى للدقيقه 90. فرقه بتبقى المباراه ممكن ماشي عادي، لو فرقه جابت جون مبكر غير لما فرقه تجيب جون متاخر. في فرق ان فرقه تبقى اقل تكسب فرقه اقوى. في فرق ان فرقه اقوى تجيب جون وتتوالى تسجيل الاهداف في الفرقه الاضعف. كل ده بيأثر في انفعال المعلق. ايوه. لان المعلق بيحترم عقليه المشاهد، عارف ان سين قوي وصاد ضعيف، عارفين احنا كلنا. صحيح كره القدم بتقبل كل الاحتمالات، لكن في معايير احنا متفقين عليها. يعني ان في احاسيس مختلفه للمعلق حسب قوه الفريق، حسب النتيجه، سيناريو حسب سيناريو الماتش. انت بتقول اللي شايفه. في مفاجاه ممكن تحصل، تلاقي فريق متفوق وفرقه الثانيه تروح هي بالظبط. دي بتفرق معاك انت كمعلق طبعاً. حسيسك طبعا طبعا. جون يجي في الدقيقه 90، جون يجي في الدقيقه بلس 90، بينهي المساله ويكسب فرقه على فرقه. فلازم يبقى انفعالك قوي جدا جدا جدا. ايوه. انا هقول لحضرتك على حاجه ببساطه شديده. الاهلي بيلعب الزمالك. ادي ده بيبقى ماتش صعب قوي يعني، ادي العقده. لا ده بالعكس، ده اسهل مباراه. اسهل مباراه عشان تعرق الاحساس الجمهورين. بالعكس ده اسهل مباراه. أيوة. واخد بال حضرتك، لان ما فيهاش حسابات. انا علقت مره على ماتش الاهلي والزمالك مع كابتن وليد صلاح الدين. تمام. في قناه النهار. وكان بس احنا كنا بنلعب دور ايه بقى؟ الزملكاوي والاهلاوي. مظبوط. يعني ده كده. اوكي فاهمني. فكان موضوع برضو ايه، ان انت بعامل حساب الجمهور الاهلي وهو عامل حساب جمهور الزمالك، فبرضو بيبقى فيه حسابات غير بقى ما بتكون انت ايه لوحدك وبتعلق. هقول لحضرتك بس احنا لعبناها كانت يعني قاصدين كده. هقول لحضرتك الزملكاوي والاهلاوي بيعلقوا على ماتش القمه يعني. كلر او لون زي ما قالوا. ممكن يبقى شكل من الاشكال. واخد بال حضرتك، تسمع وجهه النظر دي وتسمع راي دوت او تسمع وجهه النظر الثانيه. لكن المعلق لما بيبقى معلق واحد بيعلق على مباراه ما بين الاهلي والزمالك، المعلق ده حضرتك لو عربي مش هتزعل منه خالص. لو مش مصري يعني. لو مش مصري عمرك ما هتسال هو ده اهلاوي ولا زملكاوي. ولو قال اي كلمه يا سلام هتطير بيها من السعاده والانبساط. عندنا حساسيه قصدك يعني. لو مصري. لو مصري. لا. ده يبقى قال الكلمه ديت وما قالش الكلمه ديت قاصد، واللعبه ديت
كانت في مباراة تانية للنادي الأهلي قال إن دي فاول، لكن دلوقتي في المباراة ديت ما قالش، قال نسيبها للمحلل. بنمسك في تفاصيل وبنخش في النيات، وانت مش في دماغك الكلام ده خالص، هتعلق انت على الهوى زي ما الكابتن حاتم قال. تمام، مهنة تبدو انها سهلة، لكن انت مركز مجمع معلومات، اديلك بتذاكر، اديلك 48 ساعة. السيناريو بتاع المباراة انت بتفاجأ بيه، انت مش سكريبت. ايوه صح، مكتوب، فانت عارف انه هيحصل كذا وهتنتقل من كذا الى كذا، ده انت بتتفاجئ زيك زي الناس. ايوه، كل دوت وانت بتتابع مين دوت اللعيب دوت، وبتتابع التغيير، وبتتابع الجماهير، وبتتابع المعلومة، وبتتابع الكورة. أيوة، ومش عارف ايه اللي هيحصل، فانت مش مركز علشان تضايق حد، او انت بتحاول تسعد الناس. أيوة، كلها. أيوة، لكن مسألة بقى ان انت اهلاوي وان انت زملكاوي، وده مش في الحسابات خالص. الناس بتربط الموضوع ده بعدد المباريات اللي انت بتعلق عليها، وعدد ظهورك هنا اكتر من هنا، يبقى انت اهلاوي.